طيب بالنسبة للوسائل التعليمية المختلفة اللي بقت متاحة دلوقتي وموجودة على الإنترنت، وولادنا كلهم قاعدين يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وماسكين الموبايلات وعلى جوجل وبيدخلوا على هذه المواقع، لكن إزاي نقدر نوجههم بقى ناحية المنصات التعليمية المختلفة؟ احنا عندنا بنك المعرفة، عندنا قنوات تعليمية مختلفة. أولا من أحد الإنجازات لسيادة الرئيس ووزير التربية والتعليم بنك المعرفة. يعني احنا دايما عمالين نقول تطور تطور تطور، بيعملوا تطورات والناس بعض اولياء الامور مش مواجبه ده او مش عايزه تشوف ده. يعني ابو بلاش مش بيبصوا له، بيروحوا اللي هو بفلوس. مع ان اقول لحضرتك على حاجه، بنك المعرفه من 2016 في اكتر من 25 ناشر على مستوى العالم، ناشونال جيوغرافيك، البريتش، ديسكفري، حاجات قويه جدا ومجانا بدون اي مقابل، من طفل اولى ابتدائي لحد الجامعي. طب متقسم عندي ايه جوه؟ متقسم عندي لكذا قسم، الاطفال، قسم الاطفال متقسم عندي، التعليم الاساسي متقسم عندي، التعليم الفكر، ومتقسم عندي رابع حاجه اللي هي تبع الدراسات العليا. حاجات روعه اقول لحضرتك، يعني في اكتر من. طب واحنا بنتكلم عن الاطفال، هي مرتبطه بالمناهج بتاعتهم في المدارس؟ مرتبطه، عايز لان ده مهم عشان ما ازودش عليه. طبعا في اكتر من 900 تدريب جوه الموقع، في اكتر من اقول لك ايه 700 مليون حد زار الموقع. قد ايه هو قوي جدا، قد ايه ان انا كولي امر زي ما ابني بيقعد على اليوتيوب وزي ما ابني بيقعد على السوشيال ميديا، اللي انا يعني من خلال حضراتكم من الناس اللي عامله حمله بقالي فتره سحب الموبايل خالص من اولادنا، نهائي سحب الموبايل نهائي لحد 13 سنه عشان ابني يقدر يركز، يبقى عنده علاقات اجتماعيه. افتح انا بقى معاه منصة زي دي أو أفتح معاه موقع زي ده عشان يستفيد. إحنا بنموت مهارات وقدرات أولادنا من غير ما ناخد بالنا. عشان كده مهم جدا قبل الدراسة لازم أولياء الأمور تعمل توعية لأولادها. إزاي؟ أول حاجة ابنك هيواجهها في المدرسة التنمر. إحنا بص وإحنا مغمضين كده، لو ابنك مش قوي الشخصية هيتنمروا عليه، لو ابنك ما بيعرفش يرد هيتنمروا عليه. إمتى ابني ما بيعرفش يرد؟ ما بيعرفش يوصف. طب إزاي يخلي ابني يوصف؟ اوقات كتير من كتر قعده الولاد على السوشيال ميديا مبقوش عارفين يتكلموا، يجي يقول لك طب انت مالك يا حبيبي، مفيش، في حاجه مزعلك، تبتدي تاخد منه المعلومه بالعافيه. عشان كده اقول لك على اختبار حلو قوي وتدريب حلو قوي تدرب بيه ولاد، يعني ندرب بيه اولادنا. تجيب له مثلا حاجه زي قلم، هتقول له وصف لي القلم ده، دي حاجه اسمها العصف الذهني. وصف لي القلم، اديني التلات اوصاف للقلم. كل يوم تقولي طب وصف لي الحاجه دي، وصف لي مشاعرك النهارده. عشان كده انا ضد ولي الامر اللي اول ابن ما يخش كده يقول له ايه خدت واجب ايه. طب ما تقول له اجمل حاجه حصلت معاك النهارده، يعبر هو بالظبط. كل ما الطفل يعبر، كل ما يعرف يركز، كل ما يبقى عنده هدف. خلي ولادكم يتعلموا يتكلموا.